منذ 16 سنة من صارت الحادثة، رعي بورتاش كان كولونيل في الجيش، كان في الطيران، خرج تقاعد، علي التونسي اللي كان قاعد برتبة كولونيل مدة شحال من سنة، ما بداية التسعينيات، نهاية الثمان سنوات 80، لازم تقاعد، وبعد جابوه مدير الشرطة في 95 جابوه مدير الشرطة. لما جاء المدير جاب صاحبه 14، أعطاه وحدة الطائرات العمودية، صاحبه تاع الصح ساكن قدام بعدها في لاستي دي بي تي تي في حيدرا، يسهر هم نسائر مع بعضهم، الأولاد يعرفوا بعضهم، يعني ساكنين دار عند الدار، ما بين دار ديارهم في زوج كان بيتزيريا، هذا واش يفرق ما بيناتهم بيتزيريا، يضلوا بيسكي ودعا صهرين مع بعض تاع سهرات، إلى أن دخل فيها ورد القومي في الجريدة ديالو اللي راه في الحبس، وكتب واحد المقال شان اللي راهو بورتاش هذا راح يحاكموه وفتحوا له ملف تاع فساد، يعني التونسي داير له وكذا، نسيت ندم على الجريدة وطلع المدير الأمن. الوحيد اللي كان كيدخل عند مدير أم مدير تاع الشرطة ما نحلوش السلاح هو بورتاش لأنه صاحب، دخل مسلح، دخل وسمع بلي كاين اجتماع تاع المسؤولين تاع الأمن هو ما عيطولوش، كي وصل دخل البيرو بالنسبة تاع التعقيقات اللي جرات في ذاك الوقت، مدرسين بعضهم طيحوا الكلام، كلام تحت السر، سبوا في بعضها، يعني بيناتهم ما كانش يراشي قادة مسؤول وهذا، لا، سبوا بعضهم، هذا وطاش طيح له ما هكذا، تونسي جبد هدو كوب بابي هذاك اللي قطعوا به، لا، خرج بد سلاح، نجموا، دخلوا ذاك الوقت وقفوه هنا، وطاش في المحاكمة الأولى ديالو ما حبش يستعرف اللي هو اللي قتل، قال لا الرصاصة اللي قتلت علي التونسي ماشي تاعي، يعني رصاصة تاع بوليس آخر، وكي دخلوا البوليسية زمعوا لنا البيرو سمعتهم واحد يقول له اقتلهم في زوج، وهذا بقى من وراء يعني تهرب باش قبل ما شو اللي قتل. في المحاكمة تاعو الأولى حكموا عليه بالإعدام، عليه بالإعدام في 27 فبراير 2017، يعني 7 سنين بعد الجريمة حكموا عليه. في 5 مارس 2021، يعني 4 سنين من بعد، المحكمة العليا نقصت له خفت عليه العقوبة وخلتها له، يعني مؤبد، حكموا عليه بالمؤبد، ما تقبلش هو بهذا الحكم، كسر الشرع أمام المحكمة العليا، إنه كما هو يقول يعني كل ماشي أنا
اللي قتلته انا تيري تعليل ذا وسناك ذا منا تسبينا، ولكن الرصاص اللي قتلته ماشي ديالي. هما كاع بنفس السلاح، انا اللي نعرف عندهم كاع نفس السلاح، ذا كاع عندهم كاع نفس الرصاص. اروح عند اوفريها قول الرصاص ديالي ولا لا. بسبب الشرع البارح كان باش يعني تكون الحكمة ديالهم تم تأجيل المحاكمة، وعلاش؟ الدفاع ديالو هو اللي طلب التأجيل، دفاع 18 طلب التأجيل لأنهم جدد، المحامي هذا جدد كان من قبل مات الطبيب بالعريف اللي توفى عنده بضعة أشهر، كان هو اللي حاكم الملف، كان هو المحامي ديالو. لما توفى هذوما المحامين هذو خداو الملف ديالو ما عرفوش، دونك طلبوا تأجيل المحاكمة حتى يتمكنوا من الاطلاع على الملف. هما قالوا لنا وثناء المحاكمة ناضي ونطاش وبدا يسب فيهم، غادي يسب في الدفاع ديالو المحامين ديالو. قال ما انا باغي اليوم البروسي ديالي ندار ومانيش باغي التأجيل، وهذا قلته لكم البارح المحامين ديالو. رئيس الجلسة يعني تقززت مرة ما شافت متهم هذا يتعامل مع المحامين ديالو الدفاع ديالو، قلت ماشي انت اللي تقرر، ماشي انت تقرر تحاكم اليوم ولا لا، القرار يعود للمحكمة. ومن بعد المداولات جات قالت التأجيل، تأجيل الآخر للدورة القادمة. زيدي عاود يشاف المحامين ديالو، اخرجوا غادروا القاعة ما سحقكمش ما كذا، مرمدهم تمرميدة يعني هذاك هو تربيته وثقافته والأخلاق، وهذا يعني انه سيسب محامين دفاع ديالو وهضروا لهم باش يدافعوا عليه، كاش راح يدافعوا عليه. هو على كل حال ماهوش خارج من الحبس، ماهوش خارج من الحبس، هذا شيء رسمي. اما لانه حكايته تاع قال ماشي انا اللي قتلت وماشي كذا ورصاصه اخرى ومنا، تحقيق ما يخرجهاش ما يبينهاش. وطبعا كان الناس اللي يبنيوا عليه يقول وي صح وكذا، ولكن هما كيف بعضهم كاع باش نتفاهموا، كلهم كيف بعضهم. على هذا اللي يقولوا لي ملي كان يقول لك راهو صراع اجنحه وكذا، قولوا لا يردهم راهم كيف بعضهم، ودرك نتكلموا على صراع الاجنحه اللي راهم الناس يهتفوا به بعد الفاصل. هشام عباس صحابي حر، هشام عباس